سعداء بالفوز الذي حققه حزب التجمع الوطني الاحرار وسعداء بالنتيجه التي حققتها الاستاذه حنان جبران وكيله اللائحه الجهويه هذه الشابه الطموحه المثقفه التي وضعنا فيها ثقتنا وهي اهل لذلك انها المديره التربويه ابنه التربوي الكبير الذي له باع طويل وايادي بيضاء على المجال التعليمي في في منطقة الحي الحسني ابنة منطقة الحي الحسني نهنئك وننتظر منك الكثير وفقك الله لما فيه خير هذه المنطقة خير هذا البلد. أه وكيلة لائحة الجهة بمقاطعة عمان الحي الحسني مع التجمع الوطني الأحرار. اولا الحمد لله يعني التجربه ديالنا والمسيره ديالنا تكلت بالفوز بجوج المقاعد في مقاطعه الحي الحسني في في الجهه بمقاطعه عمل الحي الحسني الثقه اللي وضعها فينا المواطن هي تكليف اكثر منه تشريف لان الان احنا الحمد لله خصنا نكونوا قد هذه الثقه ونكون قد هذه المسؤوليه وحنا كفريق الحمد لله كفريق تجمع الوطني الاحرار أه يعني اتفقنا باش اننا نشتغلوا كفريق ونبقاو متواجدين في الميدان وفي الانصات المتواصل وفي التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين ومع ساكنة الحي الحسني لاننا احنا أه بدون استثناء كلنا ولاد الحي الحسني ولاد المنطقة منطقة عطتنا الكثير وان الاوان اننا تحنا نردوا لها شوية ونتمنى اننا نكون قد هاد الثقة والحمد لله وكنشكروا ساكنة المنطقة على ثقتهم ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا <applause> بسم الله الرحمن الرحيم أه بنتي حنان أه أنا في البداية ما كنتش أه يعني كنت أه قلت لها قبل ما ترشحي خلك بعيد على التحزبات و و و الى تحزبتي غادي يولي الناس أه شي معاك وشي ضدك كده قالت لي لا قالت لي انا ما عادش ندخل في صراعات ولا نزاعات انا ما غير المصلحه العامه ديال المنطقه ديال الحي الحسني قالت لي انا بنت الحي الحسني وقريت فيها وكبرت فيها والحي الحسني الحمد لله عطانا كثير وخصني نرد شويه الجميل للمنطقه ديال الحي الحسني فما يتعلق بمصالح العام ومصالح السكان وما يهم السكان والمشاكل اللي عند السكان قلت لي انا بغيت نخدم المنطقه ديالي حيت الا كان كل واحد خدم المنطقه ديالو راه في المغرب راه المغرب كله غيكون بخير وعلى خير هي هذه الفلسفه اللي عندها قالت لي لي في منطقه خصو يخدمها قال لي حنا في المنطقه ديال الحي الحسني خصنا نخدموها قلت لي انا ما عنديش اهداف شخصيه ولا مصالح باغي نحقها انا بغيت نخدم المنطقه ونخدم السكان ونرد الجميل ديال المنطقه اللي انا نشات فيها وقريت فيها و... والحمد لله زوزت فيها واحد المرحله من العمر ديالي ومن الحياه ديالي خصني نرد شويه الجميل لهاد المنطقه هذه هذا هو الفلسفه ديالها والحمد لله هي في المستوى مستوى دراسي ممتاز مستوى الاخلاقي ممتاز السيره ديالها ممتازه وانا مطمئن من هذا الجانب انها ما تخلق مشاكل ما غاديش دير حتى حاجه اللي هي غير مرضيه لا بالنسبه ليا ولا بالنسبه لها ولا بالنسبه للسكان ولا بالنسبه لجميع المعارف ديالنا والحمد لله من الناس ديال المنطقه عارفينها هي اللي مرشحه لان كيسمعوا عليها كثير وكيعرفوها كثير ومحتكين بنا الحمد لله الناس اللي محتكين بنا كيعرفوها مزيان يعني كل شيء تحمس ليها كاين اللي معمرو صوت كاع في انتخابات تاع الهم اللي سمع حنان الترشحات مش صوت واحد العدد ديال الناس جاو قالوها لي قال لي حنا راه ما كنصوتوش ما كان في انتخابات ولكن ملي حنان هي اللي ترشحات اول مره غادي نمشيو نصوتوا عليها والحمد لله راه كسبات اصوات كثيره وكسبت وكسبتهم بجداره واستحقاق لان الحمد لله هي في المستوى الحمد لله راه السكان شافوها كيفاش كتخاطبهم لان قالك ما يخرجوا من القلب يصير الى القلب هي راه كتخاطب الناس من القلب ديالها وداكشي اللي في قلبها باغية تحقو باغية ديرو يعني ما عندهاش انها خداع ولا غيش ولا باغية تلعب بالمسائل العواطف ديال السكان لا ابدا هي باغية تخدم المنطقة باغية تخدم المنطقة بصدق باغية تخدم السكان بصدق باغية تخدم هذاك أه البرنامج ديال الحزب ديالها عجبها وبغيت تطبق هذاك أه البرنامج على قدر المستطاع كل ما تستطيع ان باش, باش في المنطقه ديال الحي الحسني راه هي غادي غا وانا ملي شفت هكاك عطيتها الموافقه ديالي وقلت الله يعونك، الله يكمل عليك الله يساعدك والحمد لله انخرطت في هذه العمليه والحمد لله كل شيء عجب الحال وكل شيء تضمن معها الاساتذه ديالنا ديال المؤسسه السكان الاباء الامهات يعني واحد العداء واحد كبير وتعاونوا معها كثير والحمد لله كسبت اصوات كثيره وهذا من فضل الله ومن فضل السلوك ديالها والعمل ديالها النية ديالها و والقرار النفسي ديالها بغات تخدم المنطقه بغات تحقق واحد العدد ديال المطالب ديال السكان والمصالح ديالهم ولقات واحد الصدى كبير واحد التضامن كبير من طرف الجميع وانا دابا كنتمنى ليها ان شاء الله يرزق ليها الصحه والسلامه باش تستطيع تطبق داكشي اللي وعدت به السكان وداك الشيء اللي ناوية في القرارات في نفس ديالها باش 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 تحقوا باش توصل ليه وباش يستافدوا من الخدمات ديالها سكان المنطقه وشباب المنطقه وابناء المنطقه نتمنى الله تعالى يوفق